ازيكي النهارده، كلميني على ازاي المغربي الجميل ده. اما بشوف زي مغربي بفرح. ميرسي قوي، عشان انا جايه امثل بلد المغرب وحظيت بتكريم المهرجان همسه، يعني للاداب والفنون، مشكورين وعلى راسهم الاستاذ الدكتور فتحي الحصري يختارني يعني كممثله ومطربه شابه، يعني امثل يعني الدول العربيه والمغرب بالخصوص. يعني بشكره جدا على التكريم، ومش معقول يعني مش معقول يعني نجي لمصر بدون ما نلبس زي مغربي. كلميني، هل هو مصنوع من الستان ولا مصنوع من ايه؟ ايوه، الستان والحرير والاحجار يعني كريمه. انتوا دي العبايات ولا دي الفساتين عندكم؟ هذه نقول لها احنا تكشيطه مغربيه، القفطان المغربي، بس هو يعني مودرن شويه، سواري ومودرن شويه، يعني عصري شويه. هو بيبقى تقليدي ولمسه عصري كمان. ازاي بقى لمسه تقليدي ولمسه؟ اشرحي لي بس اللمسه. يعني هذه الخياطه هذه يعني كنقول لها بالصم، ويعني يعصري الفصاله ديالو، الفصاله بتاعته. جميل؟ جميل قوي. انتم اجمل. لازم يكون طويل ومنفوش من تحت. مش قوي، يعني مش كل تصميم والشكل بتاعه. عايز اسالك برضو، العبايات بتاعتنا بقت بتميل للشكل المغربي اكتر، يعني برضو شفناه في اكتر من حاجه. ايوه، يعني اللي بيشبه يعني للزي المصري فيها دوك، يعني كنقولوا احنا الفراشات، دراعيات، بسموهم دراعيات بالاحجار والمطروزين بالطرز المغربي الاصيل. كمان المميز في لبس المغربيات اللي برضو من الفولكلور. ايوه، اللبس يعني كاين لبس تقليدي، كاين لبس مثلا، كاين لبس ديال الصحراء المغربيه كان يقولوا له اللبس الحساني، يعني الملحفه، وكاين اللبس بتاع الشمال، كاين يعني كل منطقه عندنا والزي ديالها. ولكن القفطان المغربي هو يشمل يعني المغرب كامل، شام يعني القفطان المغربي كنلبسوه في جميع الملتقيات كفنان. يعني انا مغربيه، نحاول يعني في جميع الملتقيات في الدول العربيه وفي كل مكان اني نحافظ على الزي المغربي. اللون الذهبي، بتحبي اللون الذهبي ولا ده برضو شكل؟ دغي، نحب الدغي، يعني اللون الذهبي والابيض والاحمر. ايوه. أكلمك برضو على الفستان المغربي، بيبقى شكله قريب من القفطان المغربي؟ فستان فرح عرس أكيد، يعني كله بيبقى يعني قفطان، يعني على حسب الألوان وعلى حسب المنطقة. العروس المغربية بتلبس يعني كل اللباس بتاع المدن المغربية، يعني شمال، جنوب، شرق، يعني لأن كل منطقة والجمالية بتاعها. أكتر مشكلة بتقابل البنات والستات المغاربة دلوقتي في المغرب؟ يعني زي إيه مشاكل؟ لا، الحمد لله احنا تحت القياده يعني الشريفه ديال جلاله الملك محمد السادس. الحمد لله المغرب بخير، والبنات بيلبسوا يعني زي ما بيحبوا، اللي بيلبس طرحه بيلبس، واللي بيلبس يعني عصري بيلبس، والحمد لله احنا في بلد الديمقراطيه والامان، الحمد لله.